اوكي حبيبي خلص، اول ما برجع دغري بحالك، وانت كمان دير بالك على حالك. بحبك كثير. يلا باي باي. دغري نرجع لبعض. وانت شو دخلك؟ المهم قومي البسي، بدنا نروح لعند نغم. ما تكون هيدي اوامر المسيو طارق. يا علينا هلا. اسمعي، أسامة بيموت عليها لنغم، بحبها كثير، وهي بهذا الوقت اكيد ما عندها استعداد تسمعه بالمره. نحن لازم نروح لعندها ونقنعها. مين بده يقنعها؟ مش تقتنع انا بالاول؟ شبكي كارلا، عم اقول لك بحبها وبيموت عليها، خلينا نكون واسطة خير بيناتهم. بحبها؟ يروح يطلق مرته، مش معقول تركها هيك معلقة. بعدين مش لأنه رجال ما نوقف حده، عم بيخون مرته، بعدين عم بيأذيها، ومش بس هي، نغم كمان، والله يستر ما يكون في شي وحدة تالتة. ما شاء الله عليكي، ما عم بعرفك أنت وأفكارك الجديدة. على فكرة أنا كثير متفاجئة فيكي، أنت كثير متغيرة بعد قصتك مع هشام. إيه متغيرة، وماني طايقة أشوف اثنين بحبوا بعضهم قدامي، منيحة هيك؟ مشان هيك خبرتي نغم إنه أسامة متزوج. خلص ديدي خلص. أنا عن جد بلشت خاف منك. ايه خافي، اصلا انت اكتر وحده لازم تخافي مني. يعني معقولة انت تأذيني؟ مجنونة انت؟ قومي نشوف شو بدي البس لنطلع عند الست نغم، بس اوعى تقولي لي اقنع بشي. شالفة والله العظيم مجنونة وخالصة هالبنت. استني لقلي. صدقيني يا نغم هو ندمان كتير، ويلي صار هو سوء تفاهم مو اكتر. سوء تفاهم يعني ايه؟ خبريني كيف، بشرفك اشرحي لي. ايه بخبرك، اللي صار اكيد له مبرر، ونغم لازم تعطيه فرصة يقدر يحكي ويدافع عن حاله. وكمان بده ياخد فرصة ليكفي كذباته. ايه كارلا شبك يكوني انتي محضر خير. ميديا شو رأيك باللي انا عم بحكي؟ انا مع انه تسمع وجهة نظره وتحاكي. خلصتوا حكي؟ انا كمان عندي شي اقوله، وبدي كارلا هي اللي توصله. سكي اعطيه لأسامة وقولي له اطلع من حياة النغم، انساها بالمرة، خليها ذكرى وبس. دائما الليل بمر طويل على العشاء، خاصة لما بيكونوا تاركين بعض. رنا كانت عم تحاول تحافظ على زوجها وأبو بنتها، وهذا دفاع وحق مشروع، بس أسامة كان بعالم تاني. أحياناً كتير مندور على أشخاص فقدناهم من زمن طويل، وأصعب شي لما نلاقيهم بالوقت الغلط، وقت منكون قدام خيارين، أو منخرب كل الحياة اللي بنيناها قبلهم على أساس أنهم مو موجودين فيها، أو منضطر نرجع نضيعهم من أول وجديد، بس هالمرة بإرادتنا.
أعرف إنك كارهني وإن أنا آخر وحدة تبي تشوفها، بس لازم تسمعني. مو مهم، المهم تكوني حكيتي كل شي بقلبك وما خبيتي شي. شفت كيف لازم تسمعني؟ صدقيني مو مهم. أنا ما حكيت شي يا ستي، أنت حكيتي أهم شي. أنا ما قلت شي. إذا أنا كنت أبي أخبرها كنت خبرتها من أول، ما كنت ناطرتها الوقت كله. شو هي يعني؟ كمالتي التمثيلية ولا جاء عبالك كم قطعة كيك؟ ماي جاد، أنت بصدقك؟ ترى أنا وحدة شايفة خير الحمد لله، وكل اللي خذيته منك راح أدفع لك إياه. لا يا ستي، اعتبريهم كدو. إذا بدك كمان تكرمي تفضلي. على فكرة ترى أنا ما قلت شيء، مو أنا اللي خبرتها، اللي خبرتها كارلا. وإذا تبي الصج كارلا وياسمين. هو كان نكرة وأنا كنت كتير مشهورة، وطبعاً هيدا الشيء ما عجبه. وانتي طبعاً حسستي بالموضوع ده؟ هأني مشهورة؟ مش أنا اللي حسسته، الناس اللي حسسته. لا مو أنك مشهورة، حسستي إنه هو نكرة. أعطيته أكتر من 1000 فرصة حتى يطور حاله، بس هو ما عرف استغل ولا واحدة منهم. هو إنسان فاشل وكسلان. ومش بس هيك، قدمت له اللي بده اياه حتى يفتح مشروع، اعطيته مصاري وضيعهم. ما بيهمني كيف، كل اللي بيهمني انه بده يدفع الثمن وكتير غالي. مدمرنا، لو في شيكات او سندات امانه بالمبالغ انا ممكن اجيبهم لك، لكن لو ما فيش الموضوع ده هيبقى صعب. بس انا ما بدي منه مصاري، انا بغرقه بالمصاري. ما عم نفهم عليكي، لكان شو بدك؟ يعني اذا القصه على الطلاق فيكن تعملوا مخالعة رضائية برضا الطرفين، أو مثلاً فيكي تقدمي للقاضي إشياء تقنعي إنه يحكم لك بالطلاق. مزبوط، بس أنا مشكلتي معه منا بالطلاق. أنا لو بدي طلقه بس كنت طلقته من 100 سنة. ما عندكيش مشكلة معاه بالطلاق؟ أمال أنت إيه مشكلتك معاه؟ بنتي، أنا مشكلتي معه هي بنتي، عم يستعملها ورقة ضدي. يعني أنت عايزة تاخدي حضانة بنتك؟ بدي احميها منه، بدي ارجعها لحضني. بدفع حيالله مبلغ البيت كون اياه، بس رجعولي بنتي لحضني. انا هعمل اللي اقدر عليه. لا لا طبعا ما ينفعش، مادام خدت حق